عقدت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مؤتمرا صحفيا تناولت فيه أداء الأجهزة الأمنية وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات لترسيخ الأمن والاستقرار في جميع المحافظات اليمنية. جهود أمنية حثيثة تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في ظروف بالغة التعقيد، هذا ما أوضحته إدارة التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية في مؤتمرها الصحفي الذي أوضحت فيه الأرقام لعدد الجرائم والخطط الإرهابية التي تم إفشالها في عدد من المحافظات اليمنية. هناك 2569 عملية ضبط عناصر إجرامية مرتبطة بالعدوان، وهناك 1145 عدد عبوات ومتفجرات تم العثور عليها وتفكيكها قبل أن تنفجر، إضافة إلى 1152 عبوة وقالب في مخازن عناصر إجرامية وفي نقاط أمنية تم ضبطها أي أنها لم تكن مزروعة. هناك 1907 عدد حالات ضبط مطلوب في قضايا جنائية. عدد حالات ضبط مواد منتهية الصلاحية 798. عدد حالات ضبط مسروقات وإعادتها إلى أهلها 171. عدد حالات ضبط حشيش ومخدرات وخمور 505. المؤتمر الصحفي بدأ بعرض فيلم أمني بعنوان الوجه الآخر، الذي سعت إدارة التوجيه المعنوي من خلاله توضيح حقيقة الجماعات الإسلامية وما تحمله من أفكار هدامة وضالة باحتضانها وتبنيها عمليات القتل والتفجير الإرهابية، خصوصا في المرحلة الراهنة في محاولة منها خلخلة الوضع الأمني وإتاحة المجال أمام قوى الاستعمار لتحقيق أهدافها، وهو ما لم ولن يتم أمام يقظة أبناء اليمن كافة وفي مقدمهم الأجهزة الأمنية. بالنسبة للمحافظات التي في ظل الجيش واللجان الشعبية، لكن العكس تماما والذي تلاحظوه أنتم الآن موجود، الحوادث الاغتيالات وحوادث التفجيرات والأحزمة الناسفة موجود في المحافظات التي تحت الاحتلال والتي تحكمها الوجه الآخر الذي بيتكلم عنه الفيلم، الذي عادة أو غالبا ما تسند إلى القاعدة وداعش، بينما هم للأسف الشديد، وهذا ما كشفه الفيلم وهي حقيقة مرة وصادمة فعلا، أن تجد حزب مدني سياسي يحمل عباءة دينية، وتجد أنه هو خلف هذه المخططات وخلف هذه التفجيرات، وهو اليد الأساسية لتدمير الوطن وإباحة دماء اليمنيين. حقائق مؤلمة كشفها الفيلم الوثائقي لبعض الأشخاص التابعين لجماعات إسلامية تم إلقاء القبض عليهم وما قاموا بتنفيذه وما لا يزال في طور التخطيط والمراقبة لم ينفذ بعد، كل ذلك خدمة لتحالف العدوان على اليمن. هذه الخلية تم إحالتها إلى الجهات المختصة، وقد عقدت لها علنيا، وقد عقدت لها 3 جلسات والكل تابع علنيا، وأنتم كوسائل الإعلام أنتم شاهدتم وحضرتم هذه الشفافية. لماذا؟ حتى نوضح للمجتمع على أن هؤلاء القوم هم هكذا، لأننا واثقين من أنفسنا وواثقين من صحة البراهين والأدلة التي تتطابق مع الواقع ومع الإحداثيات ومع الأحداث التي حدثت. ماذا بعد؟ وإلى أين سينتهي المطاف بقادة هؤلاء؟ سؤال أوحد يطرح نفسه أمام الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن، كي لا يصبح مصير من ينتهك القوانين والحرمات عرضة للمزايدات السياسية دون أن ينال قادة الجماعات الإرهابية جزاءهم الرادع وعقابهم القانوني سماويا وأرضيا. يحل هادي اليمن اليوم، صنعاء. تشترت جمعية صبايا الخير مشروع إنارة